السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل صينية رقاق. ده رقاق ده انا عاملاه في البيت وبعمله معاكم مرة تانية ان شاء الله. ودي لحمة مفرومة، لحمة معصجة يعني، البصل وفلفل، فلفل الوان والبصل واللحمة كده مشوحاهم. ودي الشوربة صفيتها من البصل بتاعها وكله. دي اللي ايه، هزق بيه الرقاق ان شاء الله. ودي الصينيه كده، حطيت حته السمنه قبل ما احط الرقاق فيها. نقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده اول واحده، اول نجيله كده مش هبيض قوي يعني كده عشان ما يبقاش معجن. ده الرقاق ده انا عاملاه على البوتاجاز من فوق كده في الصينية. هفرشهم كده، بعد كده ان شاء الله نحط اللحم المعصر. كده حبايبي حطيت نصهم، يعني دول خمسة وفضلين مش عارفة أربعة ولا خمسة، فضلين خمسة. نحط بقى ايه، اللحمة المفرومة. وكده حبيبي حطيت اللحمة المعصجة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي اخر واحده نقطعها بقى كده، نعملها كده يا حبايبي. احط لها معلقه سمنه من فوق كده وهسويها واوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما طلعناها وحطيت على شويه الشوربه اللي فضل وكده، حطيت على يعني نص معلقه صلصه حطيتها على الوش، هتديلها كده حمار كده وشكل حلو. وقطعناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي، يا ريت تجربوا كده، وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب. وجربوا كده وقولوا لي ان شاء الله تبقى جميله. وتنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك، وتشيرولي بقى الفيديو، ويا رب تعجبكم. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.